السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدرجه. اولا كنبغي نشكر اخوان داخل القناه اللي كل نهار كيديروا تعليقات وما كيبخلوش علينا بالجيم، كنشكركم بزاف من اعماق القلب ديالي. ثانيا كنبغي نشكر اخوان اللي تعاطفوا معايا واللي اشتركوا في القناه واللي حققوا لي الحلم ديالي باش انني نوصل ل 90000 مشترك من بعد ما كان الهدف هو 100000 مشترك. ورغم ذلك كنشكركم بزاف من اعماق القلب. وباش ما نطولش عليكم نبقاو الان مع اهم عناوين حلقه اليوم. نصير مزراوي يكشف هدفه لسنة 2020، لا أود الغياب إطلاقا عن التشكيلة الرسمية لأياكس. لقجة يبحث عن حل لبوميل مع خليل وزيتش. الجامعة الملكية المغربية تحاول إقناع لاعب آيس روما الصديقي. مركز عالمي زياش يجاوز ميسي في التشكيلة المثالية لعام 2019. بروسيا دورتموند حكيمي فخر العرب. صحف عالمية حمد الله يتفوق على كبار اللاعبين في العالم. باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما للتعاقد مع أشرف حكيمي. قال نصير مزراوي لاعب اياكس امستردام الهولندي ان هدفه لسنة 2020 تثبيت رسميته داخل الفريق الهولندي والاطلاع بادوار جوهرية في المنظومة التي يقودها المدرب إيريك دينهاك، لافتا الى رغبته في تطوير نفسه على المستوى الكروي. وتحدث صاحب 22 سنة في تصريح نقلته صحيفة فوتبول بريمير بالقول: هدفي هو عدم الغياب عن التشكيل الرسمي في كافة المباريات، كما اود الاستمرار في التطور كلاعب والرفع من نسبة ذكائي في هذا الجانب. أمل في إحراز خطوات إلى الأمام سواء دفاعيا أو هجوميا. أتطلع إلى أن أصير لاعبا أكثر كمالا. يضيف الدولية المغربية التي توج السنة الماضية بلقبي الدوري الهولندي وكأس هولندا، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة أياكس. وشغل مزراوي في الموسم الجاري مجموعة من المراكز على أرضية المعهد في خط الدفاع والوسط، حيث يعتمد عليه المدرب تيرهاكا كجوكر متعدد الأدوار. أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجة يبحث عن حل لوضعية المدرب الفرنسي باتريس بوميل داخل المديرية التقنية الوطنية، بعدما رفض المدير التقني الويلزي روبرت أوشن ضمه لفريق عمله لاختلاف المنهجية الكروية الفرنسية عن المنهجية أنجلو ساكسونية. وأصبحت وضعية المدرب الفرنسي باتريس بوميل مساعد هيرفي رونار سابقا معقدة، بعدما أقدم المدير
86 ليكون بذلك واحد من أفضل اللاعبين في العالم العام الماضي، مجاورا مجموعة من الأسماء اللامعة على الغرارة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسبانية كيفن دو بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزية توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزية جوسوا كاميش، لاعب بايرن ميونخ الألمانية. وحصل أحسن لاعب في هذه السنة في العام الأرجنتيني ليونيل ميسي على أعلى تنقيط في هذه القائمة برصيد 8.26 نقطة. جدير ذكر أن زياش خطف الأضواء هذا الموسم من كل زملائه في هولندا بعد أن تصدر ترتيب أحسن الممارين في مجموعة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، كما أنه يتصدر هدافي الفريق في هذه المنافسة ناهيك عن أرقامه القياسية في الدوري المحلي. بعد تتويجه الأحد الماضي بجائزة أفضل لاعب شاب عربي لسنة 2019، احتفل نادي بروسيا دورتموند الألماني بالدولية المغربية أشرف حكيمي. ونشر النادي الألماني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للاعب المغربي الطائر أشرف حكيمي معلقا عليها بالقول فخر العرب. وكان أشرف حكيمي قد توج بجائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل لاعب عربي شاب في نسختها 11، وتوج يوم أمس بالأسد الذهبي متفوقا على الميسترو المغربية حكيم زياش وعلى نجم النصر السعودية عبد الرزاق حمد الله. وتوج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب عربي شاب بعد بروزه اللافت مع بروسيا دورتموند هذا العام وتقديمه مستوى متميز خاصة في دوري أبطال أوروبا، حيث كان سببا في تأهل فريقه للدور 16 بالبطولة الأخرى أوروبيا. سلطت الصحف العالمية ومن بينها النرويجية الضوء على تألق عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب عربي في 2019 بجانب فوزه بلقب أفضل هداف في ذات العام. وحصل المهاجم المغربي على جائزة أفضل لاعب جلوب سكور عربية والمقدمة من موقع كورة الأحد الماضية، وذلك في حفل أقيم